أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري دعم بلاده الحل السلمي في سوريا. ووجه الجعفري خلال مؤتمر صحفي ببغداد الشكر لوزراء الخارجية العرب لدعمهم سيادة العراق في مواجهة الاعتداءات التركية، مشيدا بموقف الجامعة العربية التي اعتبرت انتهاك سيادة العراق انتهاكا لسيادة جميع الدول العربية. ونوه في هذا الصدد بأن العراق سيتوجه إلى مجلس الأمن لعرض الإجماع العربي عليه في هذا الملف. توجه العراق بدخول قوات تركيا في